يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أن فوق السماوات ماء، بحر، بحر، نعم، فهل هو الذي ينزل على الأرض من الأمطار؟ لا، ليس هو الذي ينزل، ليس الأمطار ليست من البحر الذي فوق السماوات، لا، الأمطار تتكون في الجو، تتكون في الجو، ينشئ الله السحاب ثم تلقحه الرياح التي تحمل الماء ثم يمطر بإذن الله، هذا يتكون في الجو، نعم.